تتغلب عن صداع في رمضان. الصداع في رمضان ليه أكتر من سبب. أول سبب إن 75% من المخ عبارة عن مية. أول ما المخ بيبدأ يحس إن في جفاف بيبدأ يفرز مادة اسمها الهستامين. الهستامين هو اللي بيبقى مسؤول عن صداع وكمان بعض الإجهاد. طيب نقدر نتجنب إزاي إن إحنا نشعر بالصداع أثناء نهار رمضان؟ أول حاجة إن إحنا نشرب كمية مية كبيرة جدا بين الفطار والسحور. تاني حاجة نتجنب خالص إن إحنا نقف في الشمس، لأن ده بيخلينا نفقد مية وبالتالي هنشعر بالصداع أكتر بكتير من لو إحنا كنا في مكان مقفول أو مكان مكيف، بحيث إن إحنا نتجنب إن إحنا نفقد مية. تاني حاجة علشان نتجنب الصداع في رمضان إن إحنا ما ناكلش كم السكريات الكبيرة قوي أثناء من الفطار للسحور. ليه؟ لأن أول ما بناكل سكريات بكم كبير جداً مستوى السكر بيعلى جداً جداً في الدم وبينزل مرة واحدة. النزول المفاجئ ده هو اللي بيحسسنا بالصداع أثناء نهار رمضان. طيب نعمل إيه علشان نتجنب هبوط السكر في نهار رمضان؟ أول حاجة إن إحنا نركز على الخضار وعلى الفاكهة وعلى البقوليات، وطبعا ناخد كربوهيدرات بس بكم مش كبير قوي. طيب نعمل ايه عشان نقدر نتجنب الصداع من المنبهات زي الكافيين مثلا، القهوه؟ نحاول ان احنا نسحبها تدريجيا قبل رمضان. يعني اللي متعود يشرب مرتين او ثلاثه يقللهم تدريجيا لحد ما يوصل لرمضان علشان ما يحسش بالصداع ده في اول كام يوم في رمضان.